يفوق التصور أن يصل الخذلان إلى قطع راتب هذا الشيخ السبعيني المتقاعد، وهو عسكري شارك في ثورة 14 من أكتوبر ويرابط الآن أمام بريد خور مكسر منذ 4 أشهر. أننا مظلومين في كل حاجة ولا حصلنا حقنا من بداية الثورة للآن هذا، وإحنا محرومين. هؤلاء بعض من المتقاعدين العسكريين قضيتهم كانت فاتحة الحراك الجنوبي ثم الثورة على نظام صالح. سوي وضع المرتبطين بمراكز القوى وبقي الأغلبية يعانون أوضاعا معيشية صعبة. في بيخرجوا هذوم الجماعة اللي فوق ينزلوا الناس زي ما تقول توم الآن كذا، شوفوا حالتنا، يقولوا شوفوا يعني على الأقل يجلس واحد معهم وهكذا يتخاطب معهم، على الأقل يهديهم نفسهم، مش في نهاية عمرك تعاقب. لا راتب لا فلوس لا بريد لا شمع العدرة، رايحين واجي لا شمعنا مواصلات تعبر تعبيرة، ايش هذا يا بني؟ تعذبنا والله تعذبنا، حرام عليهم المسائل هكذا، شبعهم أولادهم شبعة في الخارج ونحن تعابينا. مناشدات مستمرة إلى القيادات السياسية وغضب وعلامات استفهام كبيرة، أين تذهب مستحقات هؤلاء ولماذا يتركون هكذا على قارعة التهميش؟ آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.